يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعمري، وكذلك ورد عن شيخ الإسلام في كتب في كتابه العبودية أنه قال لعمري. اللام هذه لام القسم، لكن لا يقصد القسم، تجري على اللسان بدون قصد، ما لا يقصد بها القسم، وإنما هي أسلوب عربي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن وإن كانت في الأصل أنها للقسم، لكن استعمالها لغير القسم. نعم.